طارق مصطفى هيعدي طارق ويعدي طارق وبينقلها حلوة لأيمن منصور وعايز يفوت أيمن عايز يفوت وفاته خطر 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 وبالهدف الجول جول يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب أيمن منصور جول جميل 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 إنما والله حاطط بصمته فيها طارق مصطفى وفات أيمن منصور فات أوي عمل نفسه لعبها لبره ولمح عمار وركنها في الزاوية البعيدة حلوة أوي 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 عشان تبقى 1-0 هو يبادل الزمالك بعض التواجد والهجمات في من وسط الملعب وفي جانبي الملعب ووصولا لمنطقه جزاء منطقه الزمالك الزمالك ولكن حلوه جوه جول جوه الجول الله 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 ايه ده في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني صاروخ عرض جو يطلق من ناحيه اليمين واحنا لسه بنقول موقف الشوط الثاني ايه وحاجه جميله جدا 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 مش ممكن